نشوف الترتيب ايش يعطيكم ايحاء؟ يعطيكم ايحاء انه عندما تساوى الدعم بين الانديه اصبحت الفرص متساويه، ويمكن نشوف نتائج غريبه في هذا الموسم، ويمكن نشوف منافسين جدد، ما يندرى ايش يصير الى بقيه الموسم. في المركز التاسع الاتحاد، الاتفاق العاشر، الوحدة الحادي عشر، ضمك الثاني عشر، الفيصل الثالث عشر، الحزم الرابع عشر، الرائد الخامس عشر، الفتح السادس عشر، والأخير. مباريات بكرة بس نذكركم فيها بعد، بكرة ختام الجولة الثالثة، الأحد بكرة عندنا الحزم مع الاتفاق في الرس، والفيصلي مع الفتح في المجمع.